بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اليوم ظهر الفساد وانتشر الظلم في كل مكان، وغابت صور العدل والإنصاف، والحقيقة أصبحت بين الحياة والموت. لا يجد الفقير من يسد حاجته، ولا المظلوم من ينتصر له ويزيح عنه الظلم والجور. لا مصلح اليوم يثور ضد الظلم ليقول له كفى، ويصلح ما أفسدته أيدي الظالمين. اليوم الكل رضي أن يكون مع العبيد. اليوم أصبح الفقهاء خونة، والحكام ظلمة، والناس نيام. قد فسدت أحلامهم، وبدلت طبائعهم، وتلوثت فطرتهم. ورضوا بالجهل بديلاً عن العلم، فبدأوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. حرف الدين، وبدلت كلمات الله بكلمات إبليس، وأصبحت العبودية سنة، والحرية غاية لا تدرك. فمن أجل الخروج من الظلام إلى النور، ومن أجل خلع ثوب الذل والعبودية وإبداله بثوب العز والحرية، من أجل حكما عادلا وحاكما منصفا، من أجل دنيا لا فقر فيها ولا فقير ولا ظلم ولا ظالمين ولا مفسد ولا فاسدين، من أجل دنيا مهدي آل محمد. تابعوا قناة الرايات السود المشرقية، قناة العدل والإنصاف، قناة العلم والمعرفة، قناة الحقيقة الضائعة، قناة المنقذ الموعود، مهدي آل محمد. قناة الرايات السود المشرقية المباركة قد جاءت لتصرخ بالظالمين كفاها.